بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يسعدني أن أعبر لكم عن ترحيبي والوفد المرافق لكم في إطار زيارتكم التي تقومون بها إلى الجزائر، والتي نتمنى أن تفتح آفاقا جديدة لعلاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر وفرنسا. إن المحادثات البناءة التي أجريناها اليوم بالصراحة المعهودة تنم على مدى خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها وتشعبها، كونها تشمل جميع المجالات انطلاقا من الذاكرة مرورا بالتعاون التقني والاقتصادي ووصولا إلى الحوار والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقتنا في كل المجالات، وذلك تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه، المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. على الصعيد الثنائي، قمنا بتقييم ما تحقق من أهداف إعلان جزائر للصداقة والتعاون بين البلدين الذي أبرم سنة 2012، حيث وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات شعبينا وبلدينا في إرساء علاقات استراتيجية تكون في مستوى الإمكانيات الهائلة لبلدينا، وتضمن الاستجابة للطموحات الكبيرة والمشروعة لشعبينا. وفي هذا السياق جددنا عزمنا على الدفع نحو تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقاتنا وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى CHN واللجنة المشتركة الاقتصادية كوميفا والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي، مع تكثيف وتيرة تبادل الزيارات على كل المستويات بين مسؤولي البلدين. ومن خلال هذا البرنامج نطمح إلى تكثيف التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي وتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الإصلاحات الوطنية الكبيرة والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. لقد كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة الأوضاع الراهنة الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. تبادلنا خلاله من جهة وجهات النظر حول عديد القضايا الهامة بالنسبة للبلدين، خصوصا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية التي تستدعي تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى
اتفقنا على ضرورة تكثيف التشاور فيما يخص المسائل المطروحة على الساحة الدولية والتي استقرت عن تحديات جديدة تمس بأمن واستقرار محيطنا المتوسطي بل بالسلم والأمن الدوليين. إن الواقع الدولي الراهن والصعوبات الناجمة عنه يتطلب من كلا البلدين العمل سويا على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مواجهتها وفقا لتصور شامل ومنسجم يسمح بمعالجة فعالة لجذور الاضطرابات الحالية من خلال التمسك التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها ضمانا هاما لحفظ الأمن والاستقرار. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أثمن النتائج المسجلة لزيارتكم إلى الجزائر التي مكنت الطرفين من إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين بلدينا ورسم آفاق واعدة للرقي بالشراكة الاستثنائية التي تجمعنا. أجدد لكم مرحبا ترحاب والكلمة لكم سيد رئيس باروليتا.